يلا هلا هون مع شو مع شو في شو اشرح لنا شوي عن هاي الوجبه وسام بعد اذنك. شو فيها؟ هذا فيه دجاج طبخه اخونا محمد بال ليش عملوها باللبن واللبن و وايش اخرى الليمون. هذا شيش طاووق مع شيش طاووق شيش طاووق مع 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 الفلفل الاخضر مع شويه بطاطا مقليه وخبز عربي هيك نعمله ساندويتش هلا وبناكله. ورينا شو كيف حتعمل. ابدا وسام خلينا نشوف. كتينا مساكاس اللي كان كاستيشانو بور فابور كي بوشو كون بردولا سي ونرمنا بوشو كون بردولا كون بوشو شيء جميل جدا بابيتا. والله شيء جميل. شكرا. خلص اوكي تتا دعا في الماء تحية هيك لوسام الكاميرا الشيف وسام الشيف العالم الطباخ وشكرا وإلى اللقاء.